عن كيف تغير اداء التحكيم الافريقي في يوم وليله. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ تشرف ومنور. تحياتي منور بيك كابتن دايما. دايما بتشرف بيك. الله يسلمك كابتن اسلام. الله يخليك كابتن. كابتن ايمن عايزين نتكلم عن او مستوى التحكيم بشكل عام، ايه اللي حصل؟ التحكيم الافريقي طبعا. بص يا كابتن اسلام، لما هقول لك على حاجه، هي دي اللي قبل ما نتكلم على التحكيم على الحكام، ايه اللي حصل النهارده في الدوري؟ لو تذكرنا دوري الابطال الموسم الماضي، عشان نتكلم بصراحه، البطوله باظت. يعني السنه اللي فاتت كان طبعا انت عارف الدور النهائي، والمباراه اتحسب اللي فاز بالمباراه اعتباري، ورئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد نزل الملعب في لقطه يعني مش ممكن نشوفها حول العالم. فكان في مشكله كبيره وفي اصلاحات كبيره في الاتحاد الافريقي، كان اهمها يا كابتن اسلام التحكيم. ايفنتينو يعني ركز رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي ايفنتينو ركز على اكتر حاجه في الاصلاحات في الاتحاد الافريقي. انت عارف ان في دلوقتي يعني في اصلاحات، وفي اتحاد دولي موجود في الاتحاد الافريقي، وفي اصلاحات في حاجات كتير. فركز على اهم حاجه، لان هي دي اللي ده باينه للناس كلها، حته التحكيم. وطبعا دوري رابطه الابطال الموسم اللي فات جاب التحكيم في حته مش كويسه جدا، والامور بقت صعبه، والناس كلها اشتكت، وكل الناس بعتت. والنادي الاهلي طبعا بيان برده كان ليه فايده كبيره، ان انت النهارده كله بيطلب تحكيم ايه؟ تحكيم عادل، ان كل فرقه تاخد حقها، ان الكره كده حوالين العالم، هي الكره المطلوب كده. فالامور كانت وصلت لطريق مسدود بصراحه يا كابتن اسلام. فاللي حصل ان الفيفا، اللي انا هقوله لك يمكن ما حدش يعرفه، ان الفيفا تدخل في الموضوع وشكل لجنه مستقله محترفه اعتمدها الاتحاد الافريقي. لجنه مستقله، مين اللجنه؟ مش لجنه حكام، اسمه مجلس خبراء. المجلس دون اللي هو المنسق العام بتاعها حكم من رواندا اسمه سيليستيان. الحكم ده كان موجود ماتش الاهلي والزمالك في 2005، كان مساعد مع كوفي كوتشا. الحكم ده عضو في الاتحاد الدولي، عضو لجنه في الاتحاد الدولي، عضو لجنه الحكام في الاتحاد الدولي. أوكي. شكل اللجنه المحترفه ايفنتينو ديت، وحط فيها طبعا كابتن عصام عبد الفتاح من مصر، ليم كيم شونج من موريشيوس، ديوي كان لسه بيحكم قريب، وانت تتذكر كابتن اسلام من 3 سنين 4 سنين كوت ديفوار، حكم مشهور بالنزاهه. ديوي جيروم جنوب افريقيا، ديفي حكم من الكاميرون، حكم مباريات برضو. جيروم مين؟ جيروم جيروم جنوب افريقيا. جنوب افريقيا في جيروم ايفيهي من الكاميرون، كان حاكم برضه مباريات هنا في افريقيا للاهلي والزمالك، موجود. مالانج من السنغال، ده لسه مبطل بعد كاس العالم. طبعا لسه مبطل، وطبعا بلديات اعاد تجديد وتيمبا دي سيده من بنين، مستشار ويحيى حدقه من المغرب. المستشار، وفي مستشار بره اللجنه خالص، المستشار لكابتن ناجي جويني، مستشار لجنة. اللجنه دي المهم في الموضوع كله يا كابتن اسلام، عشان الناس تبقى واضحه، الناس شايفه التحكيم في الدور قبل النهائي اتغير بصوره كبيره جدا. لا، في الدور الثمانيه لسه، في الدور الثمانيه قبل النهائي ما شفناش في دور التغيير في الدور ده اللي فات كله، كان التغيير بصراحه واضح للناس كلها، واضحه للناس كلها، وكل الجماهير، كل الناس بتتكلم. يعني لو لاحظنا السوشيال ميديا، كل الناس في الشارع كله، فهو ده المطلوب، ده اللي عايزينه، وده اللي عايزه الاتحاد الدولي، وده على مستوى العالم كل الناس يعني كل العداله التحكيميه، كل النهارده بيتكلم على التحكيم الافريقي ازاي يا كابتن اسلام. فهو ده بس بعد اللي شفناه في دور الثمانيه شيء جيد. ما هو ده لازم يكمل. لا لازم آخر البطولة. لازم، ما هو بقى القصه جايه منين؟ ان اللجنه دي يا كابتن اسلام لجنه مستقله. يعني ايه مستقله؟ مستقله يعني ما فيش اي تدخلات، ملهاش اي تدخلات اللجنه دي. لا بقول لك ايه اللي شكلها واعتمد، اللي شكلها الاتحاد الدولي واللي اعتمدها الاتحاد الافريقي. انت عارف في اصلاحات دلوقتي وموضوع التحكيم ده، ففي تدخل النهارده من الفيفا في الاتحاد الافريقي في كافه الامور، اهمها بالنسبه لنا ان احنا بنتكلم في موضوع التحكيم. فده حدث تغيير كبير. يعني هل احنا ننتظر في الدور قبل النهائي تحكيم رائع؟ لانه خلي بالك كمان خلال الفتره الماضيه في كلام على السوشيال ميديا يقول لك ايه، اصل فريق الوداد الاتحاد الافريقي وعده كابتن بالبطوله. طبعا انا شخصيا مش مصدق الكلام ده، لكن انا بقول لحضرتك احنا دورنا هنا ان احنا ننقل صوت الجمهور للمسؤولين. عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، ان ال ال الوعد او كما يقال على السوشيال ميديا، الناس بتقول ان هناك وعد للوداد، فدي هتتنفذ ازاي؟ كابتن اسلام الكلام ده مش هيحصل، انا باذن الله. أيوة. باذن الله مش هيحصل، لان يا كابتن اسلام لو رجعت بالمنظر اللي حصل في نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت، حاجه نهائي ما يحصلش في دوره رمضانيه. يعني الموضوع ده كان يعني قدام العالم كله، افريقيا المستوى كان متدني بصراحه. يعني مستوى وصلت المرحله ان مباراه نهائي دوري الابطال ما بتكملش، والماتش خلص وانت مش عارف مين اللي فاز،
واجتماع. الكلام ده وصل لمرحله صعبه جدا. فالكلام ده اللي كان موجود ده خلاص، ده انا بقول لك باذن الله بنسبه كبيره انت التحكيم هيبقى موجود. ايه النهارده لو بصينا هناك اخطاء بتبقى طبيعيه، اخطاء طبيعيه، لكن انت لو النهارده بصيت يا كابتن اسلام خلينا نتكلم الناس، يمكن يعني في ناس انا كتبت قلت يعني ان جسامه رجع للعداله بصوره كبيره، انا كتبت كده وناس يعني زعلت مني وكتبت قالت هو قبل كده او مش قبل كده. يا جماعه احنا بنتكلم تحكيم، اللي الكلام اللي بقوله اللي عايز يشوف شخصيه جسامه، الحكم شخصيته واحده، اللي عايز يشوفه في مباريات قبل كده ويشوفه يجيب ماتشين ويتفرج على الماتش اللي فات ويتفرج ده، هل ده هو الحكم؟ لا طبعا اكيد لو اتفرج على الماتش كله يعني سيد عبد الحميد قال لهم انا عايز اشوف الباسبور بتاعه اكدوا لي ان هو اسلام. انت ممكن في ماتش ما تبقاش كويس ممكن، لكن الشخصيه هي واحده واحده. فلو اتفرجت على المباريات اللي قبل كده بعض المباريات الجسامه قبل كده تلاقي الامور في الماتش ده حاجه رائعه، تغيير شامل في كل حاجه. وغير الغلطه ما كانش فيه تحفز، ما كانش فيه تربص يا كابتن اسلام، مفيش يعني الفرق. وتكمله طبعا اللي هو لو احنا ابتدينا مثلا مباراه لعبه رضوان جيد مصطفى غربال، المباراه اكيد هو شاهد مصطفى غربال الحقيقه هايل ورضوان جيد هايل. ما هو خلاص بقى انت السكه ماشيه، هو شاف الدنيا ماشيه ازاي، انت ماشي في الطريق، اللي هيمشي في الطريق ده يعني اللي انا بقوله لك اهو، انا يعني انا عارف الكلام اللي بقوله لك، اللي هيمشي في الطريق ده هو اللي هيمشي معاهم. الطريق اللي هو ايه الطريق ده؟ الطريق اللي هو طريق العداله وطريق هو ده المفترض والافضل الافضل هو اللي هيحكم. يعني هم طبعا مشكورين اللجنه الجديده دي عملت ايه؟ اختارت يا كابتن اسلام الحكام الافضل في الفتره ديت وحكم، ونجحوا بصراحه نجاح كبير في دور الثمانيه اداء عالي، بصرف النظر ممكن يبقى في بعض اخطاء ودي مش يعني مفيش حكم هيطلع لا مفيش خطا مؤثر، يمكن هو باستثناء الحكم السنغالي في مباراه الوداد الوداد والنجم اللي هو حسب ست دقائق او كما اتضح لينا احنا قاعدين بنتفرج حسب ست دقائق وادى 3 دقايق و57 ونهى وما عندناش تفاصيلها، هل هو قال للرابع؟ هل الرابع رفع غلط؟ هل هو في امور ما حدش راجعه من زمايله ليه؟ ما هي دي كلها علامات مراقب المساواه خطا يعني حاجه مش هتقف عندها كتير يا كابتن اسلام، يعني الامور مش فيش حكم لا هي خطا بس خلي بالك اصل هو الدقيقتين دول كان ممكن يجي فيهم جول، ما هو الدقيقتين بس هي القصه في ايه؟ هل زمايله لو هو الدقيقتين دول كان لازم يرجعوه؟ ممكن يكون لان دي حصلت في مصر قبل كده على فكره، حصلت في مصر حكم لو في الدوري السنه اللي فاتت لو اتذكرت يا كابتن اسلام حكم صفر ورجعوه اللي زمايله رجعوه والكلام دون. فايه اللي حصل؟ اكيد في التقرير زي ما اقول لك الاخطاء هتفضل موجوده، مش هتلاقي انت يعني مش هنقول يا كابتن اسلام ان الفتره الجايه مش هتلاقي اخطاء، لكن انا بقول ايه بقى؟ اتمنى في الدور قبل النهائي عشان الموضوع يطبقوا الفار في المباريات اللي جايه في الدور قبل النهائي في افريقيا، دي هتبقى مهمه جدا. طبعا في المغرب مطبقين واحنا الحمد لله هنا طبقنا التجربه، فاتمنى باذن الله وانا اعتقد ان الفتره الجايه هياخدوا قرار ان الفار يبقى موجود في الدور قبل النهائي. في النهايه الاربع فرق عايزين ايه يا كابتن اسلام؟ عايزين العداله التحكيميه، العداله بس. وكل فرقه تاخد حقها واخد بالك ويفوز واللي ربنا يكرمه هو اللي يفوز، اللي يستحق هو اللي يفوز، ده اللي مطلوب يا كابتن اسلام في كره القدم يعني عموما. تمام بالزبط. طيب اعتقد ان رضوان جيد اميز حكم في هذه البطوله حتى الان سيحرم من اداره الدور قبل النهائي. اكيد طبعا نتفق معاك يا كابتن اسلام، لان هو كمان حتى في دوري الابطال طبعا فرقتين من المغرب وزي حكامنا المصريين برضو في فرقتين من مصر ما حدش هيحكم لا مصريين ولا مغاربه. كذلك في هناك فريق معرفش المباراه انتهت على ايه، هل فريق نهضه بركان صعد برضو في فريق مغربي، ففرصه في الدور قبل النهائي قليله جدا وده دايما بيبقى الفرق اللي بتوصل دايما الحكام بتاعتها بتستبعد، ودي مرينا بيها كتير يا كابتن اسلام. لكن اكيد في مجموعه يعني المجموعه اللي موجوده عندك مثلا بملاك، عندك مصطفى غربال، جسامه موجود، عندك جوميز ما لعبش في الدور دون، عندك اليوم بتاع الكاميرون، اليوم ما لعبش في 2 3 4 تقدر تختار منهم 2 تختار 4 يديروا المباراة. وكمان يا كابتن اسلام انت اكيد الحكام النهارده الانطباع العام الحكام اكيد اتفرجت النهارده يا كابتن اسلام في اختيارات لكاس العالم وبقول لك التوجه كله جديد، اكيد الحكام اللي ما لعبتش شافت مستوى الحكام زمايلهم الدنيا مشيت ازاي. خلينا نتكلم بصراحه يا كابتن اسلام شويه النهارده مفيش حته، لو في حاجه ثانيه ملاحظه يمكن الناس مش واخده بالها منها، مفيش النهارده حته ان انت الحكم مفيش اي تعاطف، الحكم النهارده بيحكم لو لا بصراحه الحكم بره بصراحه هي ليه في ملاحظه عايز كلهم انا ما شفتش ملاحظه ما شفتش لعبه غلط. لا هقول لك الاهم في القصه دي، الحكم بيحكم ما يعرفش ده ملعب مين ولا مش ملعب بالظبط كده، صح كده يعني الملعب مفيش حاجه اسمها الملعب يعني الكلام ده كنا بنشوفه كمان في مباراه الزمالك والترجي اللي كانت في مصر هنا بالزبط. رائع بالظبط مصطفى غربال في مباراه الزمالك والترجي اللي كانت هناك رائع بالزبط.
بكاري جسامه في مباراه الاهلي وسان داونز هنا في سان داونز في جنوب افريقيا رائع. خطا هنا بيدي خطا هنا بيدي امبارح في مباراه الوداد والنجم رائع باستثناء الغلطه اللي انا قلتها، لكن بيشوف خطا ليك عليك بيدي الخطا. ما بقول لك ما فيش حسابات، خلاص الدنيا متغيره خالص يا كابتن اسلام الحقيقه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ولازم تكمل كده، لان انت بقول لك اللي مروا بيه خلاص يعني التحكيم الافريقي كان ممكن ينتهي. يمكن اللي عاد التحكيم الافريقي كابتن اسلام اللي ما تعرفوش، هو بعد نهايه دوري الابطال الامور بقت فيه نار في موضوع التحكيم الافريقي. يمكن اللي هدى الموضوع شويه وان جت بطوله افريقيا والتحكيم الى حد ما رجع شويه، لكن هم ما سكتوش، كان الامور شغاله كملوا. واللجنه دي اتشكلت ليها من حوالي 20 يوم او كده، وشايفين النتيجه بتاعتها يعني فرقت كتير جدا. الحقيقه نتمنى ان هي تكمل بهذا الشكل وبهذا الاداء، لانه المباريات القادمه الحقيقه اربع مباريات بالظبط هيبقوا حاجه اعتقد ان هم خصوصا في ظل الكلام اللي مكتوب واللي بيتقال. طبعا انا شخصيا يعني ما بنصدقش الكلام ده، ولكن في ظل الكلام اللي بيتقال ان الوداد الاتحاد الافريقي، طبعا كلام يعني بص يا كابتن سامي واجب علينا ان احنا نقول بالظبط. هو الكلام ده طبعا عشان قالوا الدنيا كبرت، احنا عايزين نقول نمشي بقى، فخلاص الامور ماشيه للحاجه الكويسه، نمشي معاها باذن الله. وانا شايف ان الفتره الجايه صعب الكلام ده يحصل، لان في اصلاحات كتير في الاتحاد الافريقي. واما التحكيم يعني لو شفنا اللي بصينا على اللجنه ديت واضح جدا، لو بصينا انت كابتن اسلام لو بصيت حتى على الاسامي دي، انا يمكن ناس اتواجدت معاهم وعشتهم في معسكرات وبتاع، وناس كانت لسه بتحكم قريب يعني. يعني ما كنا بنيجي اديك مثلا، ما كنا مثلا كابتن عصام عبد الفتاح طبعا حاجه يعني لسه اسم كبير وبيضاء على التحكيم في مصر وفي افريقيا. لو جيت النهارده لديوي، انا كان معايا في كاس العالم للشباب في كولومبيا 2011، وديوي حكم لغايه من 3 سنين، كان بيحكم 4 سنين، حاجه المجموعه كلها بصراحه يعني كلها اسماء كبيره جدا وهامه جدا. نتمنى يا رب ان هم يكملوا، لان هي خلاص يعني ماتشين او 4 ماتشات، والماتش الخامس ان شاء الله يكون النهائي، فمن السهل يعني ان شاء الله ان هم يقدروا يعملوا هذا الكلام.